شاء الله. نريد أن تكون حكومة عراقية يحكمها أبناء العراق، كفى تدخلات جانبية. عجيب على حكومة تدعي استقلالها وهي تقاد بأيدي قائد الحرس الدولي. عيب والله، فشلة. صح عيب، فشلة. يعني ما تستحون أنت يا مصطفى الكاظمي، أنتم يا نواب المستقلون، ألا تخجلون من الله؟ يتحكم بكم رجل فارسي يأتي إلى العراق وينصب. عجيب عجيب. الإمام الحسين عليه السلام: إن مثلي لا يبايع مثله، العيش مع الظالمين برما. أما تستحون من الله؟ أما تخجلون من الشعب؟ الأيام يعني هسه هؤلاء الساسة قادة الكتل السياسية الإطاريون وغيرهم، أقل واحد يعني مثلا هذا الشيطان المجرم نور كامل العلي عمره 73 سنة، ايش تنتظر بعد؟ ايش قد بعد تريد من عمره؟ إلى متى بعد تريد تلم؟ إلى متى؟ أنا أخاطبك أقول لك يا نور المالكي، عمرك 73 سنة، رجليك معلم بندلة بالقبر، أما تتقي الله؟ راح اقول لك انت وكل الاطاريين. هذا واحد من عندكم، هذا قيس الخزعلي بالاسم، انا اسميك مو تقول الزهراء. انتخبت السوداني شاشو الزهراء عابته، شاشو طار، لانه الزهراء معصومه، واذا اقرت انسان يجب ان يفرض، يصير باذن الله مو بالقوه مو بتهديد السلاح.